صباح الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفه البريوش بعجينه قطنيه واقتصاديه سهله وسريعه التحضير. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها عن قريب وتردوا لي بالخبر في التعليق. اذا كما راكم تشوفوا حبيباتي العجينه قطنيه وكذلك بنينه بزاف كما راكم تشوفوا. الوصفة الناجحة 100% ما عليكم غير تجربوها عن قريب وإن شاء الله تنجحوا فيها إن شاء الله. إذا ندوزوا مباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بإذن الله. إذا نحتاج إلى نصف كوب من الماء يكون دافئ، نصف كوب من حليب يكون دافئ، نصف كوب من زيت نباتي ونصف كوب من السكر، علبة ياغورت ناتور وبيضة، ملعقة من خميرة وملعقة صغيرة من الملح. نبدأ على بركة الله. بسم الله، أول حاجة نبدأ بالسوائل. نصف كوب من الماء يكون دافئ، ثم نضيف نصف كوب حليب يكون دافئ، نضيف نصف كوب من السكر، ملعقة من خميرة الخبز، ملعقة ماشي معمرة بزاف لأننا درنا يعني كمية صغيرة، نخلطهم بالملعقة ثم نضيف نصف كوب من زيت نباتي ثم نضيف بياض بيضة والصفار نتركه للتزيين ثم نضيف علبة ياغورت ناتور ياغورت طبيعي نخلط كامل المكونات جيدا ثم نبدأ بإضافة الفرينة بالتدريج حتى نطرح العجينة تكون لينة بزاف يعني طرية بزاف تلتصق بين الأيدي. إذا والملح نضيفه مع الفرينة، ملعقة صغيرة فقط من الملح، إذا ها هي العجينة اللي تحصلت عليها، تجي طرية بزاف تلتصق في الأيدي كما راكم تشوفوا. لمها جيدا ثم نمسح يدي بالزيت، نقرصها مليح ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها ثم نعود. اذا هنا مشاهدينا الكرام بعد ما اختمرت العجينه ديالي كما راكم تشوفوا تضاعف الحجم ديالها، نحيها نطلي يديا بشويه زيت ونكسرها الخمور كما راكم تشوفوا. ثم نعاود نقرصها يعني نديرها دائرية ونديرها فوق المول اللي نطيبها فيها. إذا نشكلها دائرية، نسويها مليح استعانة بالزيت لأن العجينة تلتصق شوية برك يعني نطلي غير يديا. ثم نأخذ كوبات ونشكلها بهذه الطريقة يعني نكوبيه مليح ماشي غير تراسي كوبي.
إذن ها هو الشكل اللي تحصلت عليه. إذن كما قلت لكم نكوبيه مليح، نحاول نسقمه الآن ونخليها ترتاح حتى تختمر شوية، وبعد ذلك نطيبها على درجة حرارة 180 درجة. إذا نغطي عليها ونخليها ترتاح، نعود نولي لها بعد قليل. إذا هنا بعد مرور نصف ساعة كما راكم تشوفوا البريوش ديالي اختمر، يعني تضاعف الحجم ديالو. إذا نزينه بصفار البيض مع شوية قهوة، نخلطهم مليح، نضيف شوية لأن البريوشة ديالي كبيرة. إذا نطلي كامل سطح البريوش بصفار البيض، وبعد ذلك نزينه بشوية جنجلان وشوية سانوج. ثم ندخله للفرن لدرجة حرارة 180 درجة، نشعله من تحت، وكي نلاحظوا بلك حمار الأطراف ديالو نشعله شوية من الفوق حتى نتحصلوا على لون ذهبي ونخرجوها. إذا كما راكم تشوفوا ها هو البريوش اللي تحصلت عليه، شاب بزاف وكذلك حجم كبير. هي مازالها سخنة، نخليها شوية 5 دقائق فقط باش نقدر نقلبها. إذا ها هي بعد ما قلبتها كما راكم تشوفوا خفيفة بزاف، يعني جات قطنية. إذا نقسم لكم ان مغشو تشوفوه في الداخل. بسم الله على بركة الله، العجينة خفيفة بزاف، حصلت على بريوش كيل قطن، يعني خفيف بزاف كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوه وتشوفوا بانفسكم. اذا نقسم لكم كما راكم تشوفوا في الداخل. إذا حبيباتي نتمنى فيديو تاع اليوم نال إعجابكم، ونتمنى كذلك تجربوه عن قريب وتشوفوا يعني النتيجة بأنفسكم، يعني الوصفة اقتصادية كذلك سهلة. نتمنى تجربوه عن قريب، ونتمنى دعموا القناة بالاشتراك وبليجام إلي كومنتر. إذا حبيباتي نخليكم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله عن قريب، وإلى اللقاء.